إذا طلب منا أن نضرب 32.12 أو 32.12% ضرب 0.5 أو 5 بالعشرة، الآن عند القيام بضرب أعداد عشرية نقوم بضربهم كما نفعل عند ضرب أعداد صحيحة، ومن ثم نحسب الأعداد الموجودة خلف الفواصل العشرية في العددين، ثم على هذا الأساس نضع الفاصلة العشرية في الناتج. دعوني أوضح لكم ما قلته. دعونا نقوم بضرب هذان العددان. لدينا 32.12 ضرب 0.5، وعند كتابتهما يمكن نقل الفواصل العشرية إلى اليمين وتجاهلها. الآن يمكنك كتابة الأعداد العشرية على النحو 5 ضرب 3212، ومن ثم ننظر في أمر الفاصلة العشرية لاحقا. لنبدأ. إذا كنا سنضرب 5 ضرب 3212، حسنا 5 ضرب 2 يساوي 10، 0 وباليد 1، 1 ضرب 5 يساوي 5، +1 يساوي 6، و5 ضرب 2 يساوي 10، 0 وباليد 1، وأخيرا لدينا 5 ضرب 3 يساوي 15، +1 يساوي 16. ولم يعد لدينا أي أعداد أخرى. إذا كان لدينا 0.5 فلن نقوم بضرب 0 بكل هذه الأعداد طبعا، أي أننا في النهاية سنحصل على 0 إذا ضربنا 5 ضرب 3212 وكان الناتج هنا. الآن سننظر في أمر الفاصلة العشرية، علينا أن نحسب عدد المنازل الموجودة وراء الفواصل العشرية في العددين اللذين قمنا بضربهما. إذا لدينا 1، 2، 3 منازل على اليمين من الفواصل العشرية في العددين المضروبين، وبناء على هذا العدد في المنازل علينا أن نضع الفاصلة العشرية في الناتج. إذا نذهب 1، 2، 3، نضع الفاصلة هنا. إذا 32.12 ضرب 0.5 يساوي 16.060، ويمكننا تجاهل هذا الصفر الأخير في الناتج لأنه لا يعطي أي قيمة للناتج، لذا يمكن أن نكتب الناتج بهذه الصورة 16.06. والشيء الأخير الذي يجب فعله هو أن نتأكد من أن الإجابة منطقية. لدينا عدد قريب من 32 ضربناه بفاصلة 5، وتذكر أن 0.5 هي نفسها 5/10، أي يعادل نصف. إذن في الواقع نحن قمنا بضرب 32.12 ضرب نصف، أي أننا حاولنا إيجاد قيمة نصف 32.12، ونصف 32 هي 16، ونصف 0.12 هي 0.06. إذن هذا الناتج منطقي.